طعمها كيفاش كدير لها؟ طعمها هكا كتسمى الزلاق، كتدخل من العين الفوشكة، كتضرب في العنق هكذا، كتجي مدفونة، هذه أحسن شحال واحد يشد السرديلة وكيبقى كيتعطل معاها ويزلق لا، كيضيع الوقت، إذا كان الحوت داخل كتنزلق، إذا كان الحوت كاع داخل من معقول تقدر ديرها من عينيها، تقدر ديرها بهذه الطريقة من المخ هذي هكا، وكياكل الحوت، ولكن حنا دابا ما كاين اللي حوت ولا ساعة كنديرها هكا، كنجروها وكندفنوها هنا قد قد. السرديلة كاملة. اه الخير موجود تهلا داك الشيء اللي كاين الصغير ياكل الكبير يخلص ما كاين حتى مشكل الشيء اللي كاين ولا بان اللي خلص يخلص على خاطر الدنيا هانيه او هادشي اللي جاب الله الخريجه هادي اللهم جوج كوربينات جوج دبدوبات اللهم لك الحمد والسلامة حوتات والسلامة جوج حوتات المهم هما منخرجوش بلاش يا لا حتى بلاش بلاش هي اللي ما رضيتيش اه بلاش هي اللي ما رضيتيش وما قنعتيش وبقيتيهم ببرقاتها.